تعلمنا كان هيلب ستودنت انه قراءه الروايه تساعد الطلاب امبروف ذير انجلش، تطور على مهاراتهم اللغه الانجليزيه. يس نوفلز بمكان البوكس، بس خلوا نوفلز. يس يو هاف اني كويشن؟ عندك اي سؤال اباوت ذيس بيبر؟ الطلاب اللي عنده اي سؤال عادي يسال قبل ما نروح على الصف اللي بعده. النقطه دي الدي، ايش يقول لك الدي؟ اوكي يعني النقطه دي بس طلع لنا الدي اي عشتي لك. ايش يقول لك؟ there are three reasons، اكو ثلاث اكو ثلاث اسباب. يقول لك why my cell phone، شنو السيل فون اللي هو الفون اللي بيدك is useful. الترجمه ماله شنو؟ يقول لك عندنا ثلاث اسباب او ثلاث نقاط تخلينا انه نعتبر هذا الموبايل اللي بيدك هسه مفيد. فاحنا عن شنو جاي نحكي؟ نحكي على الموبايل. فالموضوع مالنا على شنو التوبيك سنتج على الموبايل، تخلي ماي سيل فون او الماي فون تخليه بدائره. الفكره الرئيسيه من عنده شنو؟ انه يوسفل. انه شنو الفكره الرئيسيه من الموبايل؟ انه هو مفيد. يوسفل تخلي اندر لاين خط تحت اليوسفل. يس you have any question about this paper طلاب؟ اي استاذي هاي مع التوبيك سنتنس تجيب بداية او بالنهاية لازم ايه التوبيك سنتنس يعني باوة يعني هسه تشوفون يعني طلاب التوبيك سنتنس هاي الدائرة اللي جاي نخليها، جاي نخليها يا اما بالبداية يا اما بالنهاية. شوفون هسه شوف the last سيدي سيدي خلينا بالبداية. نقطة اللي بعدها هم خلينا نقطة الاي. فدائما يعني مو انا كطلاب سوري مرات اكو جمل يسموها رير سنتز، جمل نادره يكون التوبيك سنتز ماله بالنص. فهي دائما دائما يعني تقريبا 75 80% التوبيك سنتز يجي بالبدايه او بنهايه الجمله. تسهل عليك. واضح طلاب؟ اي حد عنده سؤال قبل ما نروح على الصفحه 18؟ دكتور اذا تسمح لي. اي نعم دكتور، انت ما تقول مرات تجي جمل يعني نادره تكون في وسط وسط إيه. الكلام ما شرط التوبيك سنتنس في البدايه. زين ايش احنا نميزه كطلاب؟ اوكي لازم شو تسوي بيفور يو سولوشن، قبل ما تحل ترانسليت ذا سنتنس، ترجم الجمله. الترجم لازم تترجمها للجمله، من تفهم الجمله تعرف انه على يا عنوان جاي تحشي هاي. يعني هسه نفس ما قلنا لكم الاي reading books such as the Harry Potter stories can help students improve their English. شو تسوي؟ ترجع ترجم الجملة. يقول لك قراءة الكتب أو الروايات مثل هاري بوتر ستوريز، مثل قصص هاري بوتر، تساعد الطلاب أن تطور مهاراتهم باللغة الإنجليزية. أنت من ترجمت الجملة now you are controlling for everything، راح تكون مسيطر على كل شيء. من ترجمتها راح تعرف العنوان على شنو جاي نحكي إحنا، على قراءة الروايات. قراءة الروايات اللي شنو هي topic sentence؟ إيش بيها قراءة الروايات؟ الفكره الرئيسيه من عنده شيء ايش نستفاد؟ شنو يعني شنو الغايه من هذا العنوان؟ الغايه من هذا العنوان يقول لك شنو؟ الروايات تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم باللغه الانجليزيه. فسو يو شود بي ترانسليت اي سنتنس وين يو ستارت تو انلايز اني سنتنس، قبل ما تحلل اي جمله تترجمها حتى تعرف which is the topic sentence. يا اللي topic sentence it's clear. yes دكتور it's clear. Yes, now you can go for the page 18. روح على 18. Yes, thank you, Hamouli. جيد. 18. طلاب, انطيني شوية زوم وركزوا وياي هنا. Language focus, punctuation. Punctuation اللي علامة التنقيط. When you join two complete sentences with but, you must always use a comma before but. يعني now, if you have two sentences, من انت عندك جملتين, تريد تربطهم ببط. أنت تربط ببط وأنت تربط بأنت. البط أنت نربطها. When we have two sentences is not complete or it's differ from the other one. يعني شنو؟ The first sentence it's refer for the same meaning or the for the meaning. بمعنى شنو؟ When we have two sentences من عندنا جملتين one of them is not complete for the other one. يعني واحدة ما تشبه الأخرى نستخدم بط. الآن جمتى نستخدمها؟ When we have two sentences, it's incomplete together. من واحدة تكمل الثانية بالمعنى. فيقول لك البط استخداماته شلون تكون البط؟ يقول لك دائما طلاب دائما خلوها ببالكم. من عندك جملتين بس انطيني زوم على الجمل حمودي.
البداية شو يقول لك هنا؟ I didn't want to send here a present. أنا ما أريد أرسل لأي، ما أريد أرسل لها اللي شنو هي؟ سوري هدية. I sent here one away. مناش عيق لك، مناش يقول لك أنا ما أريد أرسل لها هدية. قول لها بس سد الميكروفونات. شوفوا شلون هنا يسموها شنو؟ جمل differences. This sentence is differences about the meaning. هاي الجمل ايش بيها؟ مختلفة المعنى، يعني شنو متناقضة. أول جملة شي يقول لك؟ يقول لك أنا ما أريد أرسل له أي هدية. الجملة الثانية شي يقول لك؟ I sent here one away. دزيت لها وحدة بالطريقة أو دزيت لها أنا بلا ما تقول لي أنا دزيت لها. فشنو؟ شي ما يشبه شي. فنستخدم هنا بط، ما نستخدم أنت. من تربط ببط، من تربط ببط شو تخلي؟ تخلي قبل بط باعش خلي خلي كما. شو صارت؟ I didn't want to send here a present. خلي فارزة أو كما. But I send here one away. أسي طلاب، واحد من الطلاب يقول لي why we are not joining these two sentences by and. ليش ما ربطناها بان؟ راح أجاوبه أقول له شنو؟ It's not complete by the meaning. ما مكتملة المعنى. أو شنو؟ جملة تختلف عن جملة. فاستخدمنا البط. جوا شي يقول لك استخدام الآن؟ يقول لك to join two complete sentences، من تربط جملتين مكتملتين بالمعنى with and بالأداة and، and the subjects of the sentence are both written. إيش معناتها؟ بمعنى الفاعلين ما الجملتين موجودين، إيش لازم تخلي؟ use a comma before and، تخلي comma قبل الآن. شوف هنا راح أترجم لك إياها الجمل. قبل كل تحليل before your sentence you should be translate، يجب مادة الإنشاء الترجم، ترجم الجملة حتى تفهمها. يس راح نترجمها هنا. شي يقول لك shopping at the mall expensive. shopping at the mall is expensive. parking is hard to find. shopping والparking واحدة مكملة الثانية. يقول لك في الشوبينج من التسوق ايش بيه الأسعار؟ التسوق بالمول is expensive غالية. parking is hard to find. parking is hard to find بمعنى شنو؟ واحدة مكملة للثانية. فما دام الجملتين it's referred for the same meaning، ما دام الجملتين واحدة مكملة للثانية بالمعنى نستخدم and. شوف ايش خلى؟ ايش قال؟ قال shopping and the mall أو سوري at the mall is expensive comma and parking is hard to find. ما يصير نخلي but. ليش ما يصير نخلي but؟ لأن but مع الجمل المختلفة والآن مع الجمل اللي مشابهة واحدة متكملة للمعنى. بس انزل جوه هسه مودي، انزل لنا على الملاحظة اللي بعدها. ايه هنا ايه يقول لك when you join two complete sentences، من الضم أو من تربط جملتين أساسيتين. And remove the subject of the second sentence. وتحذف فاعل الجملة الثانية. لا تخلي كما قبل، لا before ولا and. Sorry. لا and ولا but. يعني مثلا طلاب، من انت جاي تربط جملتين، اذا خليت الفاعلين سوا تخلي الكما قبل الاند والبيفور. بس اذا حذفت واحد من الفواعل ما يصير تخلي كما. شوف هنا انزل جوا. ايه هنا راح اترجم لكم شبه وعنا شي يقول لك these days people mail paper cards. وخلى نقطه رجع ايش قال؟ people sorry people email electrician cards. ايش قال؟ بمعنى when we have two sentences، عندنا جملتين and these two sentences وهي جملتين has the same subject، بيهم نفس الفواعل. من انت عندك فاعلين بنفس الجمله لا تكرر الفاعل مع الجمله الثانيه، احذفه. فمن تعرف وش راح تشوف قبل الان ايش خلى؟ ما خلى كما. من عندنا فاعلين مش شابهين نحذف الثاني مع الجمله الثانيه وما خلي كما لا قبل الان ولا البيفور. وهسه يقول الطلاب ليش خلينا ان ما خلينا باب؟ انا اقول لك ليش؟ لان these two sentences refer for the same meaning، يشيرون الى نفس المعنى فخلينا الان. انزل جوا هسه راح ناخذ هذا المثال ويكون واضح اكثر. طلاب من اخلص افتح لكم المايك او الشات حتى تسالون. ايه انزل جوا. ايه عندنا هاي انزل انزل جوا عن نقاط. ايه من البي
اقعد نهايه طلاب هذا النتاج شيء يقول لك يقول لك join these sentences with and or but اربط هذه الجمل يا اما and يا اما but يقول لك شيء يقول لك use a comma استخدم الكومه if you need one اذا احتاجته انت then share your sorry then share your sentence with a partner did you make the same choices talk about any differences هسه عدنا شوفوا عندنا جملتين ويقول لك اربطهم يا اما بط او اند نرجع نقول البط اذا كانت two sentences it is not refer for the same meaning ما يشيروا لنفس المعنى يعني شنو وحده مختلفه عن الثانيه واحدة ما تشبه الثانية خلي بط إذا واحدة مشابهة مع الثانية we will use راح نستخدم and شوف شي يقول لك بالبداية هنا أحمد speaks English very well أحمد يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة he enjoys his classes ايش معناتها هو نفسه أحمد وهي أحمد يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة ويستمتع بمحاضراته بمعنى ما دام جملتين مش شبهين ايش نستخدم؟ بطل واند اكيد راح نستخدم الاند ايش راح نقول؟ احمد speaks English very well comma and احمد speaks English very well comma and he enjoys his classes ليش خلينا الكما؟ لان عندنا الفاعلين موجودين ليش خلينا and؟ لأن جملة واحدة مكملة للثانية. أعيدها. أحمد speaks English very well, comma, and he enjoys his classes. اللي بعد السي. انطيني بزوم على السي عمود يعني. يا عافية. يقول لك يوسف studies hard. يدرس. إيش بي يوسف؟ جاء يدرس شنو؟ بتعب وبجهد. نقطة واللي البوينت بدأ الجملة الثانية شي يقول لك he doesn't get good grades هو ما ياخذ درجات عالية شون هو من هنا يقول لك يدرس بجد ومن هنا ما يدرس ومن هنا ما ياخذ درجات عالية بمعنى هذه this sentence it's refer for the same meaning يشير نفس المعنى أو جمل similarity بيها تشابه ما بيها تشابه عافية إيمان راح نخلي بابت راح يكون الجواب يوسف studies hard comma but he doesn't get good grades راح نخلي but comma وبعدين نخلي but it's clear it's clear yes ادي روح عدي ادي yes okay in Asia في قارة آسيا most people eat rice for breakfast يقول في قارة آسيا العديد من الناس يأكلون for breakfast اللي شنو وجبة الفطور الرز رجع عش قال لك هذيش بآسيا رجع بالجملة الثانية قال in Canada most people have grill شنو grill grill يعني هو شنو هو الحبوب فش راح نقول واحد the first sentence is talking about the Asia the second sentence تحكي على شنو على كندا فما دام واحدة على آسيا واحدة على كندا إيش راح نخلي يلا طلاب شاركوني ايه خلي بطلوا عند يلا اكتبوا خلي شويه يصير اكتيفيتي انسايد ماي ليكتشر جود يس 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 عافيه ابتهمت وهسه عافيه عافيه هذا وهذا وهذا بارك الله بكم قلبتم والشات هاي عالي عاشو جيد عافيه عليه درجات هاي عافيه هاي والله وصلت البط وصلت لي راس الفرع عافيه هاي محمود ايه اوكي فما دام ايش راح نقول in Asia most people eat rice for breakfast ايش راح نقول comma but in Canada فنخلي فارزة but in Canada okay good اللي بعدها شو يقول لك اللي بعدها الاي Morocco has lovely mountains المغرب بجبال جميلة رجع الجملة الثانية ايش قال لك؟ موروكو هاز بيوتيفول بيج وهم شنو بشواطئ جميلة فما دام اثنين على موروكو ايش راح ناخذ؟ اند والله ايه فهمت ايه اند اند ايه اند اند هذا ايه جيد هاي ان شاء الله اخذهم ان شاء الله سكرينات واسجل لكم ان شاء الله كلها مشاركات ايه
فما دام عندنا we have two sentences refer for the same meaning أو similarity between them أو تشابه بيناتهم راح نقول and. فعلا مش راح نقول Morocco has double mountains، شو راح نقول and. طيب هنا راح أخلي and. أوكي أوكي فهمنا. إيه والله صح طلاب، بس من راح أخلي and راح أخلي كما ولا ما أخلي كما؟ يلا جاوبوني بالشات، راح أخلي كما ولا ما أخلي كما؟ فاتن أشن نخلي؟ عافية هيلين، هيلين عيني فاتن بس باوعولي عافية هيك تصير ما أخلي. ليش ما أخلي؟ عافية أوكي ما أخلي هذا هو جيد، بس خلي أشرح هاي 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 هذا عافية اللي ينفعل واحد جيد هذا هو عيني. هنا شو راح نقول؟ موروكو هاز موروكو يس عافية موروكو هاز دبلي مونتينز اند موروكو اللي احنا حذفها، بس نقول موروكو هاز دبلي مونتينز اند هاز ا بيوتيفول بي. نحذف الموروكو الثاني ليش؟ عنده فاعلين اثنين مشابهين فما نحتاج فاعل الثاني، واحنا قلنا ملاحظه من نحذف واحد من الفواعل ما نخلي كمان. فهمتوا؟ كلير رايت؟ It's clear, I know that. Because my way is so easy. Yes, ننزل على الإف. ما افتهمت. إيه عافية. سولاف. لحظة عيني. سولاف. قال لي موروكو has double mountains. ورجع الحجة. هم قال موروكو. فإحنا شعدنا من جملتين اثنين ويشيرون واحدة مكملة ثانية نخلي أنت. هنا قلنا ليش ما خلينا كما وآند؟ ما نخلي كما ليش؟ لأن راح نعدف الموروكو الثانية يعني من عندي جملتين وعندي فاعلين مع الجملتين هاتهم وحدة مشابهة مع اللغة نحذف الفاعل الثاني ما يحتاج نخلي. فما دام نحذف الفاعل مع الجملة الثانية ما نخلي كما. فهمت يا سولاف هسه؟ It's clear سولاف؟ الحمد لله الحمد لله my god yes thanks for my god okay هسه نروح على الاف. وصلنا الاف good بعد ما قريت طلاب بعد ما قريت والله ما شاء الله اي عافية. الاف الاف طلاب بس لحظة علي بس خلي اقرا لان جاي اقرا وما باوع للتعليقات مالكم I cannot see your comments because I put my الله give us two يعني two eyes بس اعطاني عينتين جاي باوع بهم الكتاب فما اقدر اباوع اخلي عيني هنا وعيني هنا شنو راح احول له شنو Spanish is spoken in most of South America. Portuguese is spoken in Brazil. ما دام عندنا اسبانيا وبرتغال ايش راح نخلي؟ اكيد راح نخلي كما ونخلي بط. خلي كما ونخلي بط بيناتهم. راح نخلي كما ونخلي بط. هسه يقولون ليش خلينا كما وخلينا بط؟ طبعا هاي تحكي على اسبانيا وهي تحكي على البرتغال فراح نخلي بط. وليش خلينا كما؟ ما نقدر نحذف الفاعل الثاني لان يعني هذا جاي يحكي على اسبانيا وهذا جاي يحكي على البرتغال. اوكي اتس كلير اتس كلير ماي دير ستودنتس. تعبر على اللي بعده طلاب الحمد لله. الاف عيني ما نحذفه، ليش ما نحذفه؟ لان جاي يحكي على اسبانيا وهذا يحكي على البرتغال. ما نقدر نحذف واحد من الفواعل هاي جاي يحكي على الاف. اوكي اوكي هسه راح نروح على اللي بعدها. بيقول لك presents الهدايا are difficult to choose من الصعب ان واحد يختارها بس ان شاء الله من يجيبوا لي هديه يعني it's so easy ما هو اي شيء صعوبه ان شاء الله. presents are difficult to choose من الصعب ان واحد يختار الهدايا. presents are fun to give هنا جاي يقول لك جاي يحشي على شنو؟ على الصعوبة بالاختيار. رجع لبعدها ايش حكى؟ انه شنو بالاستمتاع من تعطيها. هذا جاي يحكي شيء وهذا جاي يحكي شيء، ايش راح نقول؟
روزين ايش فين اند؟ ايش فين اند؟ ببدايه ايش عيقول لك؟ الهدايا شوف ترجموا اول شيء ترجموا، مو لان شفتم اثنين بريزنت بمعنى هذا ومشابهين، لا مو عليكم من البريزنت، ما عليكم الفاعل، ترجموها، ترجموا الجمله كامله، يو شود بي ترانزليت اول ذا سنتنس. يقول لك شنو الهدايا؟ من الصعب انه نختارها، بس شنو الهدايا؟ انه شنو من السهل او من الشيء المفرح من نعطيها، هذا جاي يحكي شيء وهذا جاي يحكي شيء، فشنو؟ والله لا بسرعه تستعجلون، مو اللي شفتوا اثنين فواعل نفس الشيء بمعنى هاي خلاص كلها، ماكو شيء، ترجموا. انتم شنو ليش قلنا المين ايديا؟ تركزون على الفكره الرئيسيه. اول جمله تحكي عن شنو؟ على الصعوبه بالاختيار، الجمله الثانيه تحكي عن شنو؟ على الاستمتاع والمرح بالاعطاء. اوكي فهمتم؟ فراح نخلي بط. راح نخلي بط. هنا ايش راح نقول؟ ما راح نقول كما وبط، ايش راح؟ ليش؟ لان عندنا فاعلين اثنين، ما نحتاج نخلي كما، ايش راح نقول؟ presents are difficult to choose، كملوا. إيه اوكي تحشي على هديه صح، بس احنا ما علينا تحشي على هديه، احنا عن شنو؟ احنا نحشي على المين ايديا، الفكره الرئيسيه ماله. الفكره الرئيسيه مال الجمله الاولى هي على شنو؟ على صعوبه الاختيار. بس الجمله اللي بعدها تحكي على شنو؟ على الفان تو جيف، بشنو؟ بالاستمتاع من واحد يعطيها. فاحنا ليش قلت لكم يشيل بترانزليت اي سنتنس؟ اتس كلير؟ مو لان شفتم نفس الفاعل بمعنى خلاص. اوكي راعي ده. هسه قمتم تطبشون على قول تبعت الشخص. هسه راد تشربون ماي وتجون. طلاب يعني هسه ايش عندنا؟ عندنا presents are difficult to choose، وعندنا شنو الجمله اللي بعدها؟ presents are fun to give. الجمله الاولى يحكي على الهدايا صح، والجمله الثانيه تحكي على الهدايا، بس الفكره الرئيسيه ما لها تختلف. انا اريد شنو؟ انا اريد التوبيك يشابهون، واريد المين ايديا يشابهون، بحيث كل واحده مكمله للثانيه، كلها اريد تتشابه. يعني شنو؟ all these sentences او all these two sentences جملتين it's refer for the same thing، يشيرون نفس الشيء. الهدية من الصعوبة إن نختارها، بس شو يقول لك؟ إنما الهدايا بط، لكن الهدايا من السهل أو من المفرح من نعطيها. شوف شو من خليت بط اكتملت المعنى. ليش أقول لكم دائما ترجموا، دائما ترجموا. فهمتوها؟ شو راح نقول؟ Presents are difficult to choose كما بط. ما نخلي كما، ليش ما نخلي كما؟ لأن راح هدف الفاعل الثاني، لأن ما يصير أخلي فاعلين مشابهين. Presents are difficult to choose but fun to give. ال present وال are عندي اياهم بالجمله الاولى، ما يحتاج اعيد مره ثانيه. فايش راح نقول؟ ما نخلي كمان ونخلي بس but fun to give. قلنا لكم من ما نخلي فاعل الثاني نحذف الكما. It's clear right؟ طلاب واضح؟ يلا اللي حتى عنده اللي ما واضح حتى اعرف اللي سأل واللي قال انه فاعلين اثنين مشيرون الى هذا السيم وورد نفس الكلمه. شوف بس عيده عيني عبد العزيز بس عيده استاذ الجمله ما افتهمت والله. اي جمله هي الاخيره غير اوكي هي على الخط وخلي مع الطلاب راح بس انطيني زوم حمودي تلفزيون على البريزنت. والله والله حتى هدايا ما اريد عندكم، ما تقول لي على الشاقه يا معودين ما اريد هدايا. شكلكم ما فهمتوها. البريزنت شو يقول لك باوع؟ الجمله الاولى البريزنت ار ديفيكولت تو تشوز، الهدايا من الصعب انه شنو؟ ان نختارها. بس بالجمله الثانيه شو يقول لك؟ الهدايا من الفرح. يعني اول جمله يحكي لي على الصعوبه، الجمله الثانيه يحكي على الفرح. مو فرح اللي وياكم، يحكي عن شنو؟ يحكي عن الفرح والسعاده. فالجمله الاولى تحكي عن شنو؟ الصعوبه. الجمله الثانيه تحكي عن الفرح والسعاده، بمعنى هذه جمله متشابهين او مختلفتين. عبد العزيز جاوبني. عبد العزيز ويايا؟ لا ان شاء الله طه، انا ان شاء الله محاضرتي غير، انا بالنسبه لي هسه عندي نص ساعه وياكم بعد، اعطيكم مجال
وين راح عبد العزيز؟ عبد العزيز اتهمت عليها؟ قطع انت يعني. طلاب احد عنده اي سؤال على هاي النقاط؟ دكتور اذا تسمح لي، ايام الثانويه كنا ناخذ ملاحظه، انا اذكرها يعني هاي كلش مليح، انه اذا شفنا جمله نط مباشره نحط بط، واذا شفنا لا كلمه لا 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 نحط انت. لا 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 حمودي، انا ضد هاي، اي ام اجينست فور ذيس ايديا، ما علي منها. انا بالنسبه لي ما اشتغل على الشغلات الاعداديه، لان شنو اللي درسوكم صراحه يعني مع اعتزازي لهم، هاي الفكره غلط. انا اعتمد على شنو يعني، it depends for the translation of the meaning or of the sentence. ترجم الجمله يلا تفهمها، لان اكو جمل مبهمه يعني، نفس هاي هسه قبل شويه مبهمه، فلازم الترجم يلا تفهمها. انه هذيك الفكره الاعداديه شيلوها من بالكم. اوكي دكتور. ايه ايه سلاف، بس خلي اكمل هسه، اروح على الاتش، ما حد عنده سؤال، نروح على اخر شيء، انطيني زوم عليها. الجملة الأخيرة شي يقول لك؟ نودلز اللي المعكرونة ما شاء الله شطار بيها، ار ايزي تو كوك، من السهل انه شنو واحد يطبخها ويسويها. رجع جملة الأخ ام حش ايش قال؟ شوف قبل ما تخلون الان بالبط، ركزوا زين، نودلز ار ايزي تو كوك، من السهل انه نطبخها. نودلز المعكرونة ار بوبيولار ان ماني كانتريز، يعني شنو؟ هاي ما بيها اختلاف، شي مكمل للثانية. يقول لك اول جمله من السهل انه نطبخها، والجمله الثانيه هم شنو بوزيتيف، انه يعني شنو اكله شعبيه في كل البلدان، فواحده مكمله للثانيه مو نفس هذيك. شوف جود، ايش راح نخليه؟ راح نخليه انت جيد. طيب هنا راح نخلي كما واند، لو بس لو ما خلي كما، يلا جاوبوني عافيه. ايه هسه الساعه عافيه عافية. أي عافية نور، عافية قمر، عافية نادين، عافية محمد، ما نخلي عافية محمد إبراهيم، طه علي، عافية، بارك الله بكم. إيه جيد، عافية أمير، أنت ما غشيت تخلي آخر شيء أمير. إيه عافية بس أند، ليش؟ لأن شنو؟ It's for the same meaning and the same subject. الشيء له نفس المعنى ونفس ال subject. طلاب هسه احد عنده سؤال استفسار؟ يا خلي اشوف هذه. اوكي طلاب الكل سجل الحضور، I want from all of you here to register your name inside this link، سجل اسمك بالمحاضرة، يعني شنو جاي امطي